السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يشهد سوق الانتقالات الأوروبي منافسة شرسة على خدمات النجم الجزائري الصاعد إبراهيم مازا مع دخول نادي أتلتيكو مدريد الإسباني سباق التعاقد معه بقوة. ويواصل إبراهيم مازا صاحب 18 عاما تألقه اللفت مع نادي هيرتا برلين الألمانية، مما جعله محطة أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى. ويمتد عقد اللاعب مع ناديه الحالي حتى صيف 2027، لكن ذلك لم يمنع الأندية من التخطيط لضمه. ويسعى أتلتيكو مدريد ثالث ترتيب الليغا الإسبانية بعد 13 جولة إلى تكرار تجربته الناجحة مع النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، والذي ضمه في سن 18 عاما. وكشفت صحيفة AS الإسبانية أن النادي المدريدي يخطط لتغيير استراتيجيته في سوق الانتقالات للظفر بخدمات مازا، ويواجه فريق المدرب دييغو سيميوني منافسة شرسة من ليستر سيتي الإنجليزي وبرينتفورد الإنجليزية وأولمبيك مارسيليا الفرنسية. ووصف المدير الرياضي لهيرتا برلين مازا بالجوهرة، مما يعكس القيمة الفنية العالية للاعب. ويدرك أتلتيكو مدريد أن عليه تجنب الإخفاقات السابقة في ضم المواهب الشابة بسبب المنافسة الشرسة في سوق الانتقالات. وهنا بدوركم أعزائي المشاهدين، شاركونا الآن بآراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. يصلكم كل ما هو جديد.